هذا وألقت الأخبار الجوية مع قدوم العاصفة على منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على المواطنين السوريين الذين يفتقرون في أغلب المناطق إلى تجهيزات مناسبة لمواجهتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه. أهل الحسكة المعتادون على المنخفضات الجوية القوية في مثل هذا الوقت من كل عام تحضروا لاستقبال العاصفة بتأمين المتطلبات الرئيسية من محروقات ومواد غذائية لمن يستطيع ماديا. بالنسبة للعاصفة أنا بالذات أنا محضر حالي من المحروقات ومن المونة، من ناحية المونة والمحروقات. والله العواصف بالعادة بتجي لهون يعني قوية شوي، كمان الأفران تتسكر والمحلات تتسكر، يعني الحركة يصير ضعيفة شوي، وأكثر من هيك ما في. يعني نحن محضرين حالنا إن شاء الله بإذن الله. العاصفة يعني نحن متعودين على العاصفة، بس خاصة بهالأوضاع هاي يعني بتعرف الغلاء والأسعار والأجارات. يعني بالنسبة لي ماني محضر لشيء، إذا بدي آخذ سحارة بندورة حقها 5000 ليرة سورية، والمحروقات كذلك الأمر، والغلاء والأسعار يا لطيف من النار. والله ماني محضر لشيء، ونستقبل هالعاصفة وهذا قدر الله، شو بدنا نساوي؟